اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا في درسين سبقوا تحدثنا في آيات من سورة الأنعام، وتحدثنا في الآية 114 115 116 تمام 117، تم الحديث. طيب، وكنا تحدثنا شوية في 118، ولكن اليوم بدنا نقدم بمقدمات بعدين نكمل إن شاء الله في التفسير. الأمة الإسلامية دخلت في مرحلة من المراحل في ما يسمى عصور الانحطاط والتخلف، وفعلا يعني احنا في حدود وعينا واحنا صغار كان الغالبية العظمى من الناس لا تتقن القراءة والكتابة. طب هذول معقول هم يعني ورثت دولة الراشدين والأمويين والعباسيين؟ كيف حصل هذا الكلام انه انتشر الأمية؟ طبعا والأمية مرض في النهاية، ولها إفرازات سلبية في المجتمع، إفرازات سلبية في المجتمع. وفي هذه الفترة الحقيقة الاستعمار الغربي بالذات اقتحم العالم الإسلامي، وهذا خطير جدا. ليش؟ لأنه لما تكون الشعوب فيها شيء من التخلف ثم يستعمرها قوي عنده علوم منظم غني تفاصيل، دائما كأنها قانون، دائما الضعيف يعجب بالقوي ويقلده. ممكن لحظة، وكمان اللي شاعر بأنه عنده نقص في العلم والفهم ممكن ينظر للعالم نظرة مختلفة ويقلده. ولذلك كانت الخطورة تكمن وين؟ في أنه هذه المجتمعات تقلد الغرب وتنساق. وفعلا هو على فكرة دخل الغرب في كل بيت، حتى الناس في لباسها وكثير من عاداتها وتقاليدها صارت تأخذ إيش عن الغرب. وحتى اللي يعد قادة المجتمع من النخبة المثقفة في أي مجتمع في بلد عربي أو إسلامي بدأ منبهرين في الحضارة الغربية والثقافة الغربية والمادية الغربية، منبهرين. وأصبحت تجد أنه حتى قادة الفكر الإسلامي كانوا بيشعروا أنهم منبوذين في مثل هذا المجتمع اللي منساق في اتجاه المجتمعات أو الثقافة الغربية. هذه المرحلة على فكرة كانت أخطر مرحلة، إلى درجة أنه بعض الغربيين تصور أنه الإسلام انتهى، وبعضهم إيش قال؟ قال أنه الإسلام الآن في غرفة الإنعاش ونحن ننتظر إعلان وفاته. لما تشوف أمم متعلمة وشعوب جاهلة وقادة هذه الشعوب منبهرة في الغرب، شو ظل؟ طيب، إلا أنه الأمة على فكرة فيها مناعة، وبالذات العلماء الإسلام بدوا يتصدوا. لما تقرأ مثلا علماء المسلمين مثلا في الهند، علماء الإسلام المسلمين في تركيا،
علماء المسلمين في مصر وتصديهم له الهجمة الفكرية الغربية. والمعركة كانت معركة مش بسيطة واستمرت طويلا سنين، راحت من أعمار الناس وانجلت وعم تنجلي عن ما يسمى بالصحوة الإسلامية. ومش بس هيك، عودة الذات، عودة الناس إلى ذاتها وشعورهم واعتزازهم الآن بالإسلام، وصار فيهم تعليم وصار فيهم علماء وصار فيهم مفكرين، والآن في هجمة مرتدة. شو يعني مرتدة؟ يعني في عكر دار، في عكر الاستعمار الإسلام، إلى درجة إنه هذه الشعوب اللي كانت هي المستعمرة بدت يعني تتعرف على الإسلام، وقادتها بيحاولوا قدر الإمكان إنهم يمنعوا هذا التسونامي الإسلامي في داخل مجتمعاتهم. كيف صار هالكلام؟ هذا على فكرة معجزة من معجزات الإسلام، لم تتحقق مثلها إلا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن عمر ما تعرضت الأمة الإسلامية إلى تحدي مثل التحدي اللي حصل في القرن، في القرون الماضية 19 و20. تمام، إحنا الآن في 21 بدأت المعركة واضحة، وأصبح الغرب هو الذي يدافع عن معاقله الفكرية، وهو اللي يدافع عن فلسفته. تمام، طيب، إذن شو القصد من هالكلام؟ القصد إنه إذا كان الغرب في لحظة تخلف الأمة، لحظة زمن تخلف الأمة، ما قدر إنه ينتزع الإسلام من نفوس الناس، وانجلت المعركة عن عودة الناس إلى ذاتها الحضارية كما يقولون، بالكم اليوم في خوف؟ شوفوا، لو كان الإسلام فعلا نقارن بين أوروبا، وإحنا أوروبا لما صار في وعي تركوا الدين، لما صار في وعي علم تركوا الدين. ليش؟ لأنه اكتشفوا يعني ما الدليل على أنه هذا الدين من عند الله. وثم يعني لما بوزنوا الأمور ما فيش شيء مقنع. إيش يعني إنه الله له ولد، وإنه قصة الولد وينصلب ويعاني على الصليب من أجل مغفرة أخطاء آدم، وإحنا ما لنا بآدم عليه السلام أخطأ، بالله تاب عليه وانتهى الموضوع. أما حتى يكفر تكفير الخطيئة الأولى، ليش هو الخطيئة متوارثة متوارثة إلى آخره. عندنا بالعكس، الناس لما كانت متخلفة كانت فكرة تهزأ بالدين، إلا قليل من الناس نسبيا يعني. لما عرفت، لما الآن صار في وعي، إحنا إذا بتلاحظوا رجعنا نشد للإسلام. شو المعنى؟ شو المعنى؟ هذا مش القضية القوة فينا إحنا، القوة في الدين. اللي بعد ما يعني صار في وعي اكتشفنا انه دين حق، وهذا من ادلة على فكرة انه دين رباني، من ادلة انه ايش موقف الشعوب لما كانت متخلفة منه، وايش دور الاسلام وهي متخلفة في حياتها اليومية وفي اعتقاداتها، وايش اصبح موقفهم بعد ما اصبحوا يعني في حالة من الوعي والعلوم. الان عم بينشدوا للدين انشداد قوي وفي عودة قوية. إذن هذا دليل على أنه الدين رباني. هناك عندهم حصل العكس، عندهم حصل العكس. طيب، إذن الآن هذه المقدمة الأولى، قصدي أقول أنه أنت الأقوى وأنتم الأعلون، والشعوب كل ما عرفت الإسلام خصوصا العربية على فكرة، لأنها أقرب إلى فهم القرآن والسنة من باقي الشعوب الإسلامية، انتهى. دخل الاستعمار بلاد عربية المسلمة وطلع منها. إيش الآن؟ طيب، هذه مسألة. مسألة الثانية، العالم الغربي كان متمسك في شيء من الدين والقيم
والأخلاق. لكن لما بدأ يتبنى طبعا في الدين والكنيسة ودورها، ممكن كان للكنيسة ومواقفها السابقة تاريخيا كان لها دور من تنفير الشعوب من المسيحية. ثم قضية تيجي بتقول له، وهذا على فكرة سائد بينهم، تسأل القسيس بتقول له ما الدليل على أنه هذا الكتاب عند اللي بين إيديكم من عند الله، والقصص اللي بتقولوها هاي بقول لك أن المسألة لا تعرف بالعقل ولا إيش؟ لا تعرف بالعقل. فمن هنا لما الدين ضعف في نفوسهم بدأ ينعكس في الحياة، بدأ ينعكس. يعني آبائهم لفترة قريبة، يعني إيش يعني فترة قريبة؟ لما تيجي بتنظر أنت، حتى كان مكتشف قضية التصوير، التصوير، وتشوف النساء الغربيات شو كانوا يلبسوا، تجد محتشمات. وحتى في بعض اليوم موجود مقابلات مع بعض النساء بيستغربوا ايش هذول النساء اللي المنفتحات اللي يعني متهتكات في اللباس، واستغراب. لكن هذا الامر الدحرج خصوصا مفهوم ايش؟ المفهوم المغلوط للحرية على كافة المستويات. مثلا حرية الاقتصادية على فكرة بالطريقة اللي كانوا بفهموها أدت في النهاية إنه قلة قليلة من المجتمع تمتلك اقتصاد البلد. حتى في العالم الآن على فكرة، العالم هذا الرأسمالي كله، يعني كم 5% مثلا بيمتلكوا 90% من موارد الأرض، 5%. طيب المفهوم دعه الحرية، دعه يعمل دعه يمر. طيب وطبعا بدت القضية حتى لما يكون في مصانع وأخرجوا المرأة الآن من أجل أن تعمل، لأنه كل أهدافهم مادية الآن بدون انضباط. ومفاهيم الحرية بدأت قضية المرأة المتهتكة، بدأ الزنا ينتشر، صار الزنا ظاهرة عامة معلنة، أثر على الأسرة والأمراض التناسلية و ألقيت شو بسموا أوروبا؟ الدولة العجوز، القارة العجوز، القارة العجوز عم بدفعوا الأثمان. طيب ومفهوم حرية، طب أنتوا أطلقتوا الآن الحريات، شو رأيكم بالخمر؟ حرية. شوف الخمر، شو رأيك بالمخدرات؟ الآن الدول عم تتراجع في موضوع المخدرات، ليش نمنعها؟ يسمحوا في المخدرات، سمحنا من سمحتوا من قبله في الزنا، سمحتوا. وين وصلوا الآن؟ لاحظوا الآن وين وصلوا الآن؟ الآن وصلوا إنهم بدهم مش يسمحوا لك بعد ما كان شعارهم الحريات. الآن بدهم مش يسمحوا. إيش مثلاً القضية المثلية؟ ما بتقدر تعبر أنت الآن وتكون حر زي ما كنت زمان تعبر وتنتقد رئيس الدولة عندهم، تنتقد المثلي؟ ممنوع. ابنك احنا اللي منربيه مش انت، احنا اللي بدنا نربيه مش انت. كيف؟ طيب بعدين انت الان عندنا خطط، ممنوع تاكلوا لحم، لا لحم الجمال ولا لحم البقر ولا الغنم ولا الماعز ولا الدجاج ولا البيض ولا الحليب ولا سمنة ولا خطط ماشيين فيها الآن. خير ولا إيش نأكل؟ إحنا بدنا نصير، انتبهوا الآن، البديل من البروتينات وغيره الحشرات الآن على فكرة. الحشرات أظن في سنة 2023 السنة الماضية هو ولا السنة هاي، الاتحاد الأوروبي، مش قضية وانت، الاتحاد الأوروبي أجاز استخدام الحشرات في المأكولات، حشرات
يعني في الخبز في الطحين يعني في الخبز في الشوكولاتة في كذا في كذا في كذا في كذا, في كذا, كذا. الآن بقولوا لك هذا الآن كيف بيروجوا, شوف الآن كيف بيروجوا. الآن هذه الحشرات فيها بروتينات فيها فيتامينات فيها أوميغا. الآن مصر كمان تروج. طيب إيش 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 طيب الآن بدهم لاحظوا وصل فيهم الأمر, وهذا من علامات الانهيار. البشرية إلها بتأكل الأنعام من آلاف السنين والأرض, وما أحد كان يشكي من قضية تغيرات في المناخ ولا كذا, هكذا بدهم ينسبوا هذه المسائل للأنعام. وإنه الأمر المقدمة الثانية إنه الآن ما عادش الناس تثق كثير في كثير من الأبحاث العلمية اللي غرضها توصل الناس وتروج. لكن في المقابل على فكرة الشيء الإيجابي إنك راح تجد من العلماء والمفكرين في العالم كله من يرد على كل هذه المزاعم, المزاعم اللي من أجلها إنه يقنعوا الناس يقبلوا القرارات المتعلقة. تأكلوش من كل ما شيء حتى العسل لأنه بخرج من حي بدنا نمنعه في المستقبل, الآن بدنا نهيئكم بعدين نمنعه, تمام؟ يعني مش حرية, يعني الخمر مثلا لاحظوها, يعني مش عم بخططوا يمنعوا الخمر, مش عم بخططوا يمنعوا المخدرات, بخططوا يسمحوا. مش عم بخط الأمراض التناسلية بتعرفوا أنتوا وانهيار الأسرة, مش عم بخططوا يمنعوا الزنا وفقط يكون زواج, لا بدهم يقرضوا انقراض البشرية عبر المثلية, يكتفي الرجال بالنساء والنساء إلى آخره, الرجال بالرجال والنساء بالنساء وتفاصيل. وطبعا والغريب في الموضوع انه في رائحة بتشمها الآن في الغرب انه ممكن يروجوا, انه مين قال انه معاشرة الاطفال جنسيا هاي مؤذية للاطفال, راح يثبتوا لك انها هي بحوث نافعة لصحة الولد حتى لو كان هو صغير. البيدوفيليا هاي الان على فكرة في ناس بيحكوا في الموضوع وممكن لقدام. هو الانهيار ملوش حدود لانه ابتداء العقيدة فاسدة والثقافة غير صالحة وشيء ايش بيكبر كل يوم بيكبر 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 حتى في النهاية انهيار. في الوقت اللي اصبحت الامة الاسلامية يعني فيها الان نوع من المناعة واللي هي اصلا الشاهد على الامم واللي هي ممكن تكون حائط الصد الأمة. بدوا يصنعوا للناس على فكرة لحم بديل صناعة. طب ليش ما بصيروا يتكلموا لك انه هذه الكائنات قديش بتشرب مية, افهمها قديش بتشرب مية قديش بتنتج غازات قديش كذا الأخير قال بحوث علمية. طب شو أغراضهم وأهدافهم؟ هذا مش موضوعنا. هذا الآن العلماء خصوصا علماء الاجتماع وغيره والسياسة وكذا هم اللي بيعرفوا شو القصة. الشيطان الآن يسيطر. طب ما في ناس بيعبدوا الشيطان مثلا مش دارسين هذول اللي بيعبدوا الشيطان؟ ما عندهم مش مثلا علوم؟ لا بل. طيب في ناس بيعبدوا البقرة وبيشربوا بولها, لا يكون هذول يعني برضو مش علماء؟ فأنت بتحتار بالإنسان هذا ودور الشيطان في السيطرة. ما هو الشيطان, ما هي أصلا الآيات اللي قرأناها إحنا قبلها بآيات قليلة كان في كلام عن إيش؟ شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين وقدم الإنس شياطين الإنس والجن. طب شو هو الشيطان؟ هو الإنسان اللي وصل إلى درجة إنه يكون سلوكه بشكل عام تفكيره وسلوكه سلبي, حياته هيك مش اللي بيخطئ مرات, لا هو صار تكوينه هيك شيطان. هذا على فكرة انت بتقدرش تفهم ليش بيخطط وشو قصده في افساد البشرية.
طب ما هو كان في إفساد البشرية في له تخطيط سابق، ما احنا شفنا الغرب ونساء الغربيات وانتشار المخدرات وانتشار الخمور وانتشار الزنا وانهيار الأسرة، وأصبح الإنسان ذرة ويتحكم في مين؟ القوة المسيطرة اللي هي قلة وعصابات تسيطر على الشعوب. يبدو انه ايضا مستمر بده يكون على مستوى الارض. طب ومين ممكن يكون حائط الصدر؟ الاسلام. لذلك لاحظوا هذا، بتقدر تفهم انت ليش الهجمة على الاسلام بالفكر من ناحية تشويش الصورة في البشرية كلها عن الاسلام، وليش الحرب الاسلام والحروب الاستباقية والاخره مدركين. القوى الشيطانية المسيطرة بغض النظر شو اسمائها الان، وبعض الناس اللي بيعرفوا فيه بيعرفوا اسماء، بيعرفوا اسماء منظمات اللي وراء كل هذا الكلام. طيب اذا طيب حرية في النهاية بيكتشفوا انه مش راح يسمح لهم اصلا يكونوا احرار، هو حرية العبيد، حرية بيكتشفوا هيك. لكن طبعا هم برضو راح تجدوا انتو في هذه الامم الغربية ناس يقاوموا كل هذه الاتجاهات، يعني مش راح، لان كيد الشيطان كان ضعيفا. وبالعكس هذا ممكن يجعل هذه الشعوب تصحو انه وين احنا، وين كانوا يمنونا هذول وين وصلونا؟ طيب نصير ناكل حشرات ليش؟ قال لانه البقر بيشرب مية كتير. وعلى فكرة على قضية البقر تقولوا لي وين التفسير؟ طيب ما احنا بدنا عشان نفهم، وليش احنا بنفسر قاعدين؟ شوفوا على كيف. كل إحصائية مثلا 2014 ما ذبح من المواشي ليأكلوا البشر في الكرة الأرضية في 2014 2,700,000,000 راس في سنة واحدة، 2,700,000,000 رأس من الماشية ذبحت ليأكلها البشر. 1,500,000,000 خنزير. شوف من 2,700,000,000 رأس ماشية قديش خنازير في 2014؟ 1,500,000,000 خنازير، أكثر من 50%. خنازير. طيب إحنا ما هو الإسلام من أول، دققوا معي، ما هو الإسلام من أول الخنازير حرمها، ومش بس الإسلام واليهودية. طب وأنتم بتقولوا يا مسيحيين بتقولوا إنه الكتاب المقدس من عند الله، والكتاب اللي عند اليهود بيقول لك الخنزير حرام. أنتوا الخنزير صار هو الأساس؟ وطبعا هم على فكرة ليش الخنزير بالدرجة الأولى؟ لأنه الخنزير إنتاجه هائل حسب معلوماتي القديمة. الخنزير بنت 6 أشهر بتبلغ، بنت 6 أشهر بتبلغ، ولما بتحمل بعد 4 أشهر بتضع، وممكن تضع من 10 إلى 15. تصور احسب عادي، احسب كمان مرة، بتبلغ بنت 6 أشهر، وإذا حملت بنت 6 أشهر بعد 4 أشهر بتوضع، قديش ممكن توضع؟ ممكن توضع 10 11 12 14 15. طب هدول برضو بعد 6 أشهر شو بصير؟ احسب تبعون الرياضيات يحسبوا ماديين من أصله، مصالح مادية. طيب شو أثرها الآن؟ في دراسات حول اثار الخنزير، في دراسات علميه، وانا مره قرات بحث علمي قديما في الثمانينات، بحث علمي بقول لك الامراض التي يسببها الخنزير 1 2 3 4 5 في الاخير شو قال؟ في الاخير قال باختصار احنا بنعرف اليوم 450 نوع من انواع الامراض بسببها لحم الخنزير الى اخره. مش هذه القضيه. طيب انتوا الان ابدوا بالخنزير يا اخوي مشان كمان يأيدوكم المسلمين ويأيدوكم اليهود، يبدو بالخنزير، بدكم تمنعوا اللحوم يبدو بلحم الخنزير، خصوصا انه باقي الانعام
انتم بتستفيدوا منها امور كثيره، بتستفيدوا منها في في في, في الثياب والمنسوجات الجلود، كل الخنزير برضو فيه الشاموا هذا من الخنزير مش قضيه جلد ها. فهون يجوز ولا يجوز موضوع ثاني الان، مش النسوان هذول اللي معهن الشاموا ها، بس ممكن يسالوا يجوز وما يجوزش، مش هاي القضيه. طيب لكن شوفوا الان الالبان وما ينتج زبده وما ينتج جبنه وما ينتج ما ينتج ما ينتج ما ينتج، تمام. طيب اذا 1,500,000,000 خنزير، طب وقديش خرفان؟ الخراف الضأن 545,000,000. شوف الفرق، 1,500,000,000 الخنزير، والماعز الماعز او الضأن 545,000,000. طيب وال الثمار هذا الماعز 444,000,000. طب والبقر 300,000,000 البقر، هذا في 2014 تمام. طب البقر 300,000,000 بس هو على فكره لو بدك تاخذها اطنان اكثر من الخرفان ولا يعني ما يخدعناش العدد، نقول 545,000,000 و444 كذا الماعز والضأن، وهذاك 300,000,000 بهي البقره قديش عن كم من واحد. فلما بتاخذ اطنان لا بتجد البقر متفوق، يعني ممكن 72,000,000 طن البقر، في حين هذولك لا يعني بوصلوش 15، يعني الماعز مع الضأن بوصلوش 15,000,000 طن، البقر كان وصل 72، الخنزير اكثر من 120,000,000 طن. شوف اه طيب ابدوا بالخنزير، بعدين انتم بدكم مصلحه البشر، طب ما مصلحه البشر في المخدرات لا يكون ولا في الخمر ولا في خراب بيوت والاسر تدمر والى اخره. طيب هون اه اذا تسمح لي، هو فعلا مساله محيره لانك ذكرت انت، ولكن يبدو لي انه القصد معروف، هم وجدوا انه ما بيقدروا يسيطروا على الشعوب طالما الشعوب في بين ايديها غذائها. في المستقبل السيطره على الشعوب انك تصير تصنع لهم الغذاء وتبيعهم اياه ويصفوا على الدور يشتروه، خصوصا الحشرات شفت على لا. وبعدين بيحكوا عن البروتين المصنع، لما يبطلوا الناس الانعام يبطلوا يزرعوا يبطلوا بتصير شعوب سهل السيطره عليها لانه صار غذائها بايدي المتنفذين. والبروتين المصنع شو بتجد يصير ينباع؟ لا شو بتجد ضرر للنفس البشريه؟ بكره بعض الساقطين من البحاثه بقول لك مفيد، لا الحمد لله في ناس يوقفوا لهم من العلماء يقولوا لهم شو مفيد شو مفيد، بالعكس. ما هو اليوم اصلا الناس قاعده بترجع للطبيعه بعد ما خربوا الزراعه، حتى الزراعه انت كل غذائك اصبح، احنا في الاسلام على فكره الشاه مثلا التي تاكل قاذورات هذه يكره اكل لحمها، الجلالة. وكانوا زمان يحبسوها لمده 15 يوم يطعموها كطعام الحلال مشان ياكلوها، واليوم افسدوا لك النبات حتى تمام. فهون مش راح يقدروا يدافعوا. وحتى لما كنا قديش كنا احنا مخدوعين لما يقولوا لنا لما بتاكل انت لحوم حمراء وتاكل مثلا الدهن هذا مضر، هلكت بالعكس معظم الابحاث انه لا الدهن مفيد. فمعركتهم خاسره، بدهم ايش؟ طب هذا على فكره كويس انه ينتشر بين الناس انه الدول الاتحاد الاوروبي هاي بتسمح بالحشرات وتدخل في كل مكونات، هذا ممتاز. وعلى فكره اكيد رح يلزموهم يكتبوا مشان على القليل نتخلص ما نضلش نستورد حتى اكلنا منهم. بس احنا طالما الجواسيس على العروش مش بس بناكل هواء وبناكل الحشرات. الاعلام المصري قالنا بروج للحشرات، الاعلام المصري الان بروج للحشرات وانها اوميجا 3. طيب المهم طيب الان راح يطلعوا لك الفتاوى على فكره، الفتاوى انه هل يجوز
أكل الحشرات بكيت بيبدأ الفتاوى عادي. وفي من الساقطين موجودين أكلهم باختصار. أنا بدي أسألكم سؤال باختصار مشان يقولوا لي إنه الحشرات جائزة شرعا ولا مش جائزة، مش لأنه رح تسمعوا فتاوى، لأنها هي حرب رح تسمعوا فتاوى. هل يجوز أكل الحشرات أو نوكل الشيء اللي بتدخله حشرات؟ باختصار، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. شوف أول ما بدأ بإيش؟ ميتة. وأنا بدي بكرة لما يطعمونا صراصير، هم أهم شيء صراصير، إنه يذبحوا كل صرصور حتى أكله أنا. ولا ولا لا مش 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 حلال، بدهم يكتبوا حلال، مش بدهم يكلوا صرصور حلال، لازم يذبحوا لي كل صرصور لانه راح يطعمونا ميته. وكله كيف بدهم، كيف بدهم بالله يذبحوا الدود والصراصير والكذا، كيف بدهم يموتوها؟ اذا راح يكون ميته. فهاي الفتاوى اللي بدهم يقعدوا يقولوا قال المذهب المالكي ولا ابصر شو، مش راح يفيدهم لانه هاي ميته. أما إذا بتذبحوا صرصور صرصور منوكل. هاي واحد. إذا حرمت عليكم، شو قال أول ما قال سبحانه وتعالى؟ الميتة. طب هذه تذكى؟ بقول لك ما هي لا تذكى، إذا ميتة. بقول لك من كيس على الجراد. أيوة الجراد، لذلك أجى فيه نص. شو قال؟ لاحظوا الحديث صحيح، حرمت أول أحلت لنا ميتتان. شوفها، اذا لو اجوا قالوا طيب انت الجراد تقدرش تزكي من كلهم، ايوة استثني من حرمت عليكم الميتة، استثنى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ايش الجراد والسمك، ايش السمك قصدي البحري، ما هو ورد في الحديث الحوت ورد السمك، المقصود يبدو كائنات ايش البحر، بدليل هو الطهور ماؤه عن البحر. لما سئل الحل ميتته، خلصنا معناته ميتة غيره ايش؟ كيف بدك تقيس؟ كيف بدك تقيس؟ تقول ما هو قال لك حرم الميتة، حرم الميتة، والاحاديث اخرجت من الميتة هو الطهور ماؤه اللي هو البحر، الحل ميتته، وبعدين أحلت لنا ميتتان ودمان. طب كيف بدك تحل باقي الميتة؟ بدي أقول لك هذا فيش فيها قياس، ما هو الأصل للميتة حرام، فهي كل الحشرات رح تكون ميتة لأنه ما بقدروا يذكوها أصلا. كيف بدهم يذكوها؟ صرصور صرصور. فهون طيب، فهون هذه مقدمات يبدو أخذت قسم من الدرس. الآن بدنا نقرأ يا شيخ 118 اللي كنا بدينا آخر شيء تحدثنا فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. تصور انت لاحظ إن كنتم بآياته مؤمنين، يعني الشياطين شو بتقولكم تردوش. ولكن ايش قلنا في المرة الماضية؟ الآن هم راح يطلعوننا بالتبريرات كثيرة، طبقة الأوزون، الغازات كذا، وهو على فكرة من برضو لعلمكم أكثر دول تأكل لحوم الدول المتطورة والغنية. على فكرة في بعض الإحصائيات أول 10 دول الفرد قديش بوكل الفرد، استهلاك الفرد للحوم. لفت انتباهي انه الدولة التاسعة الاراضي المحتلة الفلسطينية اخذ 9، وفي الاحصائية هي الدولة العربية الاولى، مش دولة، ما هي
العربية الأولى فلسطين المحتلة اللي بوكلوا لحمة. التاسعة في العالم، التاسعة على العالم الفرد، استهلاك الفرد. التاسعة على العالم الأولى على العرب. بعض الناس يقول لا الكويت في إحصائية ثانية. هي على كل في الإحصائية اللي أنا شفتها الأراضي المحتلة أولا، الكويت ثانيا. ويبدو الفلسطينيين اللي في الكويت هم فهون هو في اشي كان لازم برضو الفت انتباه له. الناس تبالغ في الاكل اللحوم، يعني اليوم في مبالغات برضو. طيب انتو تثقيف الناس في قضية الاقلال من اللحوم، يعني في داعي يكون يومي؟ شو لزومه اصلا؟ وقديش اصلا بيلزم الانسان من اللحم يومي؟ ما انت برضو ممكن انت كيف 70 جرام بيلزم 70 جرام. بالله لما يكون في بعض الدول 120 كيلو في السنة، معناته قديش في اليوم الفرد؟ معناته قديش في اليوم؟ هاي بقول لك 70 بكفيك. طب ما هو بيشرب حليب برضو، ما حسبناش الحليب. طب ما هو باكل زبدة، باكل جبنة الى اخره يعني. فهون بيض الى اخره. هذا الكلام على فكرة اللي كنا نقوله هذا في اللحوم الحمراء، ما حكيناش في الدجاج الان، رغم ريح يمنع دجاج وغيره. طيب انتوا ثقفوا الناس في الاكلال. على فكرة من اكثر الدول اللي بتاكل لحم الصين. طب هذول كيف بدهم يقنعوها بكرة الصين؟ بدهم يكنوها في الحشرات. ما هم مع أكلهم الحشرات وأكلهم كل ما بيمشي على الأرض الصينيين بأكلوا كل شيء، وكمان أكثر ناس بأكلوا لحمة. تفضل. والولايات المتحدة طبعا من دول أكثر. إيه طيب يعني الحشرات مش راح تحل محلاتش في الصين الحشرات. والصين أصلا لو بدك ترجع لتاريخها في أواخر الخمسينات كانوا يموتوا من الجوع. دولة كانت فقيرة و... هاي الآن قلت لكم لما لما لاحظوا بيبدوا يغنوا البشر بيستهلكوا لحم أكثر، فكيف بدهم يكونوا الناس؟ هم على فكرة بدهم يجيبوا لهم بدائل، البدائل قاتلة مش هيك؟ طيب هم مش راح ينجحوا. طيب شو أنا مهمتي؟ ثقف الناس وعيها في كنقلك. طب هذه أضرارها كذا وكذا وكذا وكذا. طب ما هو أصلا أضرارها اللي بتقولوا عنها هي أصلا ناتجة عن طريقتكم أنتوا اللي اخترعتوها في غذاء الحيوانات. صرتوا الدم واللحوم الفاسدة والعظام وتخلطوها مع بعض وكذا وطعموها الدواء. هذه عندنا اصلا مكروه اكلها احنا في الاسلام. فلما تيجي تقولوا لي ايوه مثلا جنون البقر كيف صار الى اخره، هو اصلا انتم مفسدين من اصله. مين اللي اخترع هذه الاغذيه للحيوانات واعلافها؟ مش هتنتجوا اكثر؟ مش ينتجوا اكثر؟ طيب في علوم الان انت تنتج اكثر بالطريقه السويه، وبعدين ما فيش داعي كل اكلوا الناس بهذه الكثره. وعلى فكرة يعني أكثر بلاد بتصدر لحوم في العالم أو فيها، يعني عندك أستراليا والصين، أستراليا والصين وباقي البلاد إشي متواضع. وبعدين هو أصلا أنت لو حديت من الخنزير وانت كذا بتغلى اللحمة شوية، بيخففوا الناس بتغلى. كم قال لك أنت مبطل نوكل اللحمة؟ طب هو أنت شو بلزمك لحمة بشيك؟ وبعدين انتوا قدموا الغذاء الصحي للحيوانات مش تقتلوا البشر، افسدتوا كل شيء. تمام هون فكلوا، لانه قلنا في المرة الماضية ايش مما ذكر اسم الله عليه؟ ايش المقصود؟ الناس اللي بدهم يحتجوا لك بكرة على انه هذه كائن حي وعنده شعور وبيحزن وبيفرح وشو بيجيبوا لك افلام
وتفاصيل. مين اللي بيبيح لك تقتلها وتاكلها؟ ما هو اصلا احنا لم احنا المسلمين لما نذبحها بنقول بسم الله، يعني احنا بنذبح باسم المالك الخالق اللي هو سمح لنا. بجوز يقول لي هم بيعملوش، انا بحكي مع المسلمين، انا بحكي مع المسلمين، المسلمين هم حائط الصد اللي ممكن يفهم البشر كلها. اذا مين انتبهنا اهم قضيه في قضيه انه ايش؟ فكلوا كلوا كلوا ولا يهمك مما ذكر اسم الله، خلاص هي الخالق الرازق الواهب الرب المالك هو بقول لك كل. الشياطين يقولوا لك ايش؟ هكذا بنشوف في اخر الايات شو بيقول الشياطين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآيات الله ايش؟ بآياته. ان كنتم بآياته ايش؟ مؤمنين. ظل اشي؟ كيف هو يدخلوا على المسلمين على فكره؟ من اي باب؟ من اي باب؟ اللي خلقها. طيب ممتاز. اقرأ يا شيخ اللي بعدها. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. بكفر عند هون. شوفوا هذه الآية بترد عليهم. انتوا شو بيمنعكم تأكلوا؟ شو بيمنعكم تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه؟ ايش اللي بيمنعكم؟ شوفها ايش اللي بيمنع؟ لانه راح يطلعوا لك بابحاث ايش؟ انه موانع كذا وكذا وكله كذب. هو اصلا انتوا اللي مفسدين في الارض. كيف بتربوا الدجاج؟ كيف بتربوا البقر؟ كيف بتربوا الكذا؟ كيف بتطعموا؟ كيف ما بتطعموش؟ بشك انتوا اللي افسدتوا كل شيء هون. وما لكم الا تاكلوا مما، شو يعني شو اللي بده يمنعكم انتوا؟ وشو بتستفيدوا؟ هيك لاحظوا هيك المعنى. شو بيمنعكم وشو بتستفيدوا من انكم ما تاكلوش؟ انتبهنوا الرد؟ يا سبحان الله. هم اذا بتلاحظوا في ايات ممكن هاي الناس يمر عنها كانوا في يوم من الايام، يعني شو بلزم التكرار؟ لا 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 تخافوش، هايو هايو بديتوا الآن بتصير هي الآيات اللي المركزية. عيدها وقف لعند ما وقفت. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. مين اللي فصل؟ الله فصل اللي حرم. فشو اللي بده منعكم؟ وشو بدكم تستفيدوا؟ معناته بدكم تتركوا اشي مفيد كمان. شو بتستفيدوا؟ ما تتركوا اشي مفيد. وراح يبين هذا الكلام معنا ان شاء الله. طيب وقد فصل، وين ما هي اصلا السورة مكية. ما ملاحظين انتو؟ السورة مكية. وين تفصل؟ ما حرم. حتى الآية اللي كلها أجدوا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون دما ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. لاحظوا التركيز على الميتة. بس هذه وين موجودة؟ في سورة الأنعام. في سورة الأنعام بعد شوي، يعني بعد الآيات مش قبلها. بعد الآيات مش قبلها. والغريب في المسألة ما يلي، انه بقول لك هذه ايات مكية والتفصيل بعض التفصيل موجود في ايات بعدها. هاي اللي قرأها الشيخ، يعني عم بقول فصل. طيب ما هذه الايات بعد. هو ما في اولا في مسألتين. المسألة الاولى انه قضية ترتيب الايات مش كما نتصور انها هي بس كالنزول. زي مثلا اخر ما نزل فيما هو راجح من سورة البقرة ايش اللي نزل؟ آية 281 واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. طيب هيها كاينة نازلة
82 83 84 85 او 86 على قراءة حفص شيء كمان. هايو جبريل عليه السلام كان يحدد للرسول اين يضع. اذا السرد في حد ذاته بدلش انه نزل قبل. والحقيقة انه مش هذا الكلام هو الصح، لان انا لاحظت بحاولوا يبحثوا كيف، طيب وين فصل؟ ما هي ايات مكية. طيب هاي اول، هاي الآية موجودة في سورة الانعام. طب ما هي بعد، طيب شو بعد؟ شو علاقة النزول بقضية الترتيب؟ ترتيب ما هو مفهوم كيف كان، وعندنا ادلة في الترتيب. تمام، يعني ممكن تنزل الآية من 1 إلى 5 بعد آيات 6-7 إلى آخره، ممكن إلى آخره، وممكن في وسط. ولذلك جبريل عليه السلام كان يقرأ للرسول الآيات اللي قبل والآية اللي بعد مشان أين تضع. وكان هذا فيه شيء من الصعوبة على الصحابة يعيدوا الحفظ، بس طبعا في مجال الآن. لكن الصحيح ما يلي باختصار، هو في عندنا قاعدة مستمدة من الشريعة، الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص. طيب ما هو الأشياء اللي الله محرمها مفصلكم فيها الأشياء، مش ضرورة الأكل والشرب، هذه ربالكم مش ضرورة الأكل والشرب. الأشياء اللي الله حرمها حكالكم حولها. طيب واللي بده يحرمها ايش علاقتنا باللي بده يحرمها وعم بتكلم معهم الان؟ بتجدوا هذا الكلام محرم؟ ما هو الاشياء المحرمة فصل لكم فيها. هذا بتجدوا من ضمن الاشياء المحرمة؟ لا. طيب في المستقبل ممكن يحرم ما بيحرمش، ما لكم مش علاقة الان، انتم ماشيين على ضوء تفصيله. وهون مش بالضرورة الاكل والشرب، حرم فصل لكم ما حرم، حرم الزنا، حرم الميتة، حرم الأكل. طب في المستقبل نفرض أجي حرم شيء ثاني، هذا موضوع ثاني. هون عم بقول لهم أنتوا إيش اللي يمنعكم وإيش بيفيدكم، والله سبحانه وتعالى مفصل لكم، مفصل لنا. وهذا التفصيل نهائي، شو 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 علاقة التفصيل النهائي؟ أنتوا الأصل في الأشياء اللي باحة ما لم يرد نص، لما بيرد نص إذا التفصيل وين كان؟ لما أجي قال لك ممنوع 1 2 3 الباقي يجوز، الباقي يجوز. طيب هيو مفصل. طيب لك قدام شوية رد حرم إشي ثاني، خلاص وقتها من كف بدليل إنه الصحابة في غزوة خيبر اللي هي سنة 7 هجري بعد السورة هاي بكثير. تمام، كانوا يأكلوا المجاهدين اللي في الحرب، كانوا عم بأكلوا الحمير، لحم الحمير. جاء رجل الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت الحمر، يعني من كثر ذبحه، وهم في غزوة وما بدهم يأكلوا الآن، بيذبحوا من الحمير الحمور الأهلية. هلكت الحمر. الرسول سكت، ما عندوش وحي. يا رسول الله هلكت الحمر، يعني نازلين بأكلوا الجماعة جيش. فيبدو انه ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم من يؤذن في الناس انه الله ورسوله منهكم بايش عن اكل لحومها، فاكفئت القدور وانها لتفيض باللحم. بمجرد ما اجل الحكم خلاص اكفئت القدور وانها لتفيض باللحم خلاص. طب هون في هون ما كانش مفصل، هون هو ما قالكش تفصيل نهائي، فصلك الأصل في الأشياء اللي باها، الأصل في الأشياء اللي باها. منين بدك تجيب إنه حرام؟ هاي الحمير بتاكلها، ظلوا بياكلوها للسنة 7. أما شو الحكمة عادي من تحريم لحم الحمير؟ الحمير شو الحكمة؟ هذا موضوع ثاني. بتعرفوا لو إنه يجوز أكل الحمير؟ ما في حمير في الأرض الآن. ليش بيذبحوش الخيل الناس مع انه يجوز في بعض المذاهب؟ او يجوز يعني الخيل بالذات، او في ناس قاسوا الخيل على الحمير.
الخير لأنها مفيدة أكثر وثمينة وتفاصيل وبتخدم الإنسان. الإحمار ممكن يتخلوا عنه الفلاحين بسهولة وكذا آخره، وفي بغل بدل وفي كذا آخره. تصور لو أنه يعني بقيت أقرأ في إحصائية سنة 1960 أكم إحمار في العالم العربي كله، أكم غنم وقتها، أكم غنم، أكم إحمار، أكم إحصان في العالم العربي سنة 1960. الطواغيت محسوبين؟ لا، هم وقتها ما حسبوهمش. تصوروا الحمير مليون إحمار في العالم العربي كله، 40 مليون راس غنم، 10 ملايين خيل. 10 ملايين خيل، شوف مليون حمار، هذا لو كيف بنسمح ذبحه واكله شو بضل؟ هذا مش معناته ممكن يكون الحكمة فقط هاي، هذا مش وقته نفصل في المسألة. طيب الآن فهمنا التفصيل اللي هي قاعدة ايش الآن؟ الأصل والأشياء اللي بحمر من النص، ورد نص خلاص، في النصوص بين إياكم المفصلة، في ما فيش خلاص، هذا هو. لايش بالمفسرين محتارين؟ محتارين في ايش؟ ما انتو كيف ما تحلها؟ في ايش يحرم بعدين صح؟ فصل بعدين. الخمر مثلا، تمام الى اخره، والربا وتفاصيل. ما كانش وقتها نفصل في الربا، صلى الله سبحانه وتعالى في هذه سورة الانعام، لانه هون حرم، ما بتكلمش فقط عن المأكولات والمشروبات، ولو انه في الآية يعني في السياق طبعا الاكل فصل ما حرم، وحتى قاعدة الاضطرار مش بس في المأكول والمشروب. اذا قرأنا يا شيخ كمل في الاضطرار الا استثنى. يا شيخ عيسى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. نعم، وكمان وكمان حتى في حالة الاضطرار بتقدروا إلا مضطر. شوف هم بيضيقوا، كانوا في الجاهلية وعبر التاريخ على فكرة إشي عجيب الإنسان، هم كانوا بيضيقوا إنه لما تكلم القرآن حول الوصيلة والحام، بحيرة والسائبة، بحيرة السائبة، وبيخترعوا في تحريم، بيخترعوا كانوا في تحريم الأنعام، بيخترعوا. منين جبتوا أنتم؟ اخرجوا لنا كتاب أشوف وين. طيب تفصيلات عجيبة في التحريم، تحريم مباح، وهيكم شايفين عندك الهندوس وغيره حرموا البقر، كيف وصلوا هيك؟ البشرية هي أكيد على فكرة تقديم القربان، واللي من صورها اليوم عندنا في الحج لما والأضحية والتفاصيل هاي كلها والهدي والمسائل هاي كلها، ما هو في الدين موجود قبل الإسلام، قبل الإسلام. والناس على فكرة الله أباح لكم، ومش بس هيك ونزل دين وبيبدأوا ينحرفوا إلى درجة يحرموا على أنفسهم الأمور اللي الله خالقها لهم، وبيخترعوا زي ما بدهم يعملوا الآن. هذا مش أول مرة بصير في التاريخ، اللي بده يصير في الغرب مش أول مرة بصير في التاريخ، طول عمره بصير في التاريخ. الله سبحانه وتعالى موسع على الناس، بيبدأ يضيقوا، وهذا لا يجوز ركوبه، طب هو الله خالقها للركوب، وهذا لا يجوز ألبانها، أوف. طيب وهذه بعدين هذه تجوز لذكورنا مش لإناثنا، وبعدين وإيش كمان، وتفصيلات
حصل حصل. وإلى درجة إنه في يوم من الأيام البشر وصلوا إلى درجة يقدموا كرابين بشر، يذبحوا بشر، خصوصا إناث، خصوصا الإناث يذبحوا وين؟ الجهة الأضعف. يذبحوا الإناث قرابين إلى الله. إيش؟ وله بالكم ممكن يكون صحيح القول إنه إبراهيم عليه السلام لما رأى الرؤية المنامية بذبح ولده وجاء ليذبح، ثم كان الفداء لإسماعيل بذبح، ويبدو الذبح كان كبش، تمام؟ لأنه ممكن في أدلة أنه كان كبش. المهم من أجل إيش؟ طيب يا بشر، هاي أبطلنا، هذا هاي إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء خليل الرحمن هكذا لآخره، منع من تقدمة ولده، والله الله سبحانه وتعالى قدم الكبش ليكون هذا تصحيح، تصحيح لأخطاء البشر وانحرافاتهم، تمام؟ وياما صحح الرسول في الجاهلية الأشياء اللي كانوا محرمينها، مش فقط في المأكولات والمشروبات، وفي الزواج وفي التفاصيل طويلة، طيب، والمعاملات المالية وكذا الأخير. وهيو بنحرفوا الناس، بنحرفوا الناس بنفس الطريقة على فكرة، وزي ما قلنا لكم بعدهم هيهم عندك فوق المليار الآن، ومئة مليون ومئتين مليون صاروا الهنود، قديش في منهم هندوس، وشوف وإهدار لثروة حيوانية هائلة. ليه؟ مين اللي حرم؟ على أي أساس؟ حتى هم مش عب، حتى هم طب اللي حرم رب، ما هم مش ما بقولوش بالرسالات، مين اللي حرم هذا؟ مين اللي حرم هذا؟ حتى إنهم في حروبهم ضد المسلمين أحيانا، لأن المسلمين بأكلوا بقر. طيب، وفي في على فكرة في شعوب جنوب شرق آسيا، في شعوب بأكلوش أي شيء حي، وفي المقابل الصينيين بأكلوا كل شيء حي بيمشي على الأرض بأكلوا إيش ما يكون، ولحقوا على اللحمة كمان. من أضخم على فكرة المزارع في العالم في الصين أستراليا، هذول التنتين. فالمهم المهم طيب، وهي كمان فاتح لكم، مش بس حتى اللي قايل لكم حرام لما بتضطروا افعلوا افعلوا، إلا عيدها عيد إلا ما اضطررتم. اقرأ يا شيخ مشان نحكب برضو، قديش زي الأعمال؟ ثلاث معناته ممكن يصير جزء رابع، ومشان نوصل برضو. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. لاحظتوا؟ وإن كثير يعني كثير من مين؟ من الناس لا يضلون بأهوائهم. فيش بدون مصدر. هم يضلون ولا يضلون؟ يضلون. هم أصلا بيضلوا فبيضلوا، خصوصا ما يكون عندهم إمكانية الإضلال. طب هذا الكلام قديما ولا يبدو انه راح تجدوه في كل عصر؟ هكذا صار مفهوم اكثر على فكرة. وان كثيرا لا يضلون باهوائهم، الهوى، بغير علم، بهمش. انا مرة كنت في جلسة وما ادري ما ادري شو اللي اجى، هذا يعني من سنين، شو اللي اجى في الجلسة، كني بتحدث عن الخمر يعني، يبدو أجا سؤال ولا إشي من بعض القاعدين، مش أنا اللي فتحت موضوع الخمر، وما شفت لك إلا هالمرة العجوز استنفرت هيك، ومين قال لك إنه الخمر بيضر؟ شو يا أختي؟ قلت لها بكرب لك هو الخمر، بكرب لك حتى هيك، هذه لا أنا بحكم فيها ولا أنت، العلم والأطباء اللي بحكموا فيها، مش بس مش هيك. ولا هم اليوم لما بيجوا وبصير حادث في اي دوله غربيه، حادث سير، اول ما بتيجي الشرطه بتاخذ دم السائق مشان تشوف شارب خمر ولا لا، هاي بس تعالها الساعه بدي اتكلم في المهم. ايش تطوروا
تعتبر شو قصتها الاختيار؟ بقرب لك هو الخبر انا قلت لها شو العلاقة؟ لا انا ولا انت اللي بحكم في انا بتبع لانه الله قال بس، اما قضية بضر بفيد موضوع ثاني. طب ما كل البشر بتقول انه بضر، بالعكس لا يوجد شيء يتناول الانسان يومي او كذا لاخره يورث امراض واضرار كالخمر، لانه في شيء غير الامراض يورث امراض واضرار كالخمر، بالعكس بيعدوا كل يوم والثاني مش قادرين يوصلوا لحد نهائي، اعطونا شو بضروا الخمر مش واصلين لحد، كل يوم الثاني اشي. وهذا كنت مش موضوعي انا اقنع الناس، انا بقتنع بانه الله حرمه خلاص، بديش حتى لو مفيد، لو الله حرم العسل بحرمه، هيوم بدهم يحرموا العسل هم. هون وان كثيرا لا يضلون باهوائهم، اذا شو الاساس؟ احنا يبدو النفس البشريه معقده مش فاهمينها، احنا لانه ناشئين نشأة سوية مش عم نستوعب انه في ناس بيكونوا معنيين يضلوا اهوائهم هيك بدهم. لذلك بتلاحظوا اليوم انتم في الانترنت بتجدوا ملاحدة مسخر وقته مسخر وهده جهده ليضل الناس. طب ايش تستفيد انت؟ طب انا بفهم الداعي الى الله هذاك مقتنع انه الله ويوم اخر واجر وكذا، انت شو قايم عليك؟ بستمتع هو بستمتع باضلال الناس، وصل لوين؟ تمام. وبيبذلوا بجوز يبذل اكثر منك. تمام. طيب في قراءه متواتره يضلون، اذا يضلون وبصيروا ايش كمان، لانه مش كل ضال يضل يعني بيكون معني يضل، ولكن الضال بتصرف وبضل من حيث لا يدري كمان، حتى لو ما بدوش يضل هو لما يكون ضال وفي سلوكه ضال، ما في ابن شايفه وفي زوجه معاه وفي صديق وفي جار وفي غير، ما هو شاء ام ابى الذي يضل يضل. يعني واحد ماشي في الطريق شايفينه الناس قالوا والله من هون يبدو الطريق، هيو ماشي الزلمة. وهم مش دارين انه مش عارف الطريق اصلا. فهون وان كثيرا لا يضلون باهوائهم بغير علم. طب العلم علمين، يا اما علم الوحي من الرب الخالق، يعني اللي بيبعث كتالوج، اليوم احنا نثق بكتالوج الصانع البشري المتواضع، نثق بكتالوج وما نغادرش، واليوم اللي بيعملوا لك ادويه بيعطوك روشيتا بيقولوا لك هون هيك بدك تمشي. طيب والخالق؟ ليش هو في خالق يخرب بيتكم ولا شو هذا؟ اذا ما فيش خالق شو هذا يا شو ما هو مرض، الحد مرض على فكره. فهون طيب الخالق انت كل اللي اثبت انه هذا الوحي من الله، هذا حقك انت انه الله اللي بيوحي والله اللي بيأمر، حقك تعرف ادله لابد. ولذلك المسلم هو اكثر واحد بيهتم باثبات انه هذا من عند الله. طيب الله الخالق تمام، اما بالوحي العلم او العلوم البشريه اللي احنا بنعرفها وواثقين الناس فيها، اعطونا من العلوم. هم بيحاولوا الان ما عادوش يثقوا الناس على فكره، لانه هي حرب، ما تظنوش انه بس المسلمين اللي خايضين هاي الحرب، لا في ناس معنيين انه وين رايحين فينا انتو، هذه القوة المتغطرسة اللي وين بدها تروح في البشر وشو بدها تعمل في الناس. طيب هون اذن باهوائهم بغير علم، لا من وحي ولا علم اصيل من علوم البشر، ان ربك هو اعلم. والمعتدين نوعين، هو اما بيعتدي على الحلال فيجعله حرام، او بيعتدي على الحرام فيجعله الاشي اللي الله حرمه بحلو، حرم الزنا حلو، حرم الخمر يا سبحان الله انتبهت. طيب واللي اباحه بحرمه. قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق، علي صوتك يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا الله اذن لكم أم على الله تفترون؟ تمام؟ فهو إذن
إذا إحنا بالنسبة للمسلمين محلولة الحمد لله، يعني الواعيين الآن وفاهمين. لو قال لهم أي أكثر شيء مفيد في الدنيا تأكلهوش، بأكلهوش المسلمين خلاص. هو قال ما بكفيني الرب يقول خلاص. هذول بيطيعوا، قال إيش بيطيعوا الصعاليك بيضعوا لهم قوانين. إحنا كنا الحاكمية لمن؟ إحنا بنؤمن الحاكمية لله. هذول بتتحكموا صعاليك بأهوائهم بغير علم وشياطين. بعد شوي بتبين الشياطين اللي بيقوم بهذا العمل. مع أن الدين لم يحرم شيئا مفيدا، يعني الدين طبعا محرم. فالدين مش معقول يحرم الشيء المفيد، صحيح، لأنه هو هيك، هو اللي خلق أصلا، اللي خلق اللي بيحرم وبيحل، والذي خلق يعرف مصلحة الإنسان أين. لا، وبالتالي هو أصلا حرم إيش؟ ليكون حرم الأشياء المفيدة. استكمال الفكرة اللي حكيناها، القصد السيطرة على الناس والكلام اللي قلته أنت، ليش التأكيد على هذا الموضوع؟ يبدو أنه فعلا المسلمين رح يكونوا مصدر الأمن الغذائي للعالم، مثل ما كان مصر في عهد يوسف. يعني البشرية رح تنتكس، والمسلمين هم اللي رح ينقذوا البشرية من أهواء هذول اللي بتحكموا. بعد ما الطغاة يسقطوا عن عروشهم هذول. نعم. اللي بسميهم جواسيس. نعم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.